أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: أنا أعاني من مرض حساسية الأنف. أنا أعاني من مرض حساسية الأنف. نعم. والحساسية لا تريد استنشاق الماء عند الوضوء، يعني إذا دخل الماء إلى الأنف تزداد الحساسية. كيف أعمل في الوضوء؟ أول شيء رح للطبيب يعالجها. أول شيء رح للطبيب، ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، رح للطبيب يعالجها. ثاني شيء، إذا كان الماء يأثر عليك فأنت ما تبالغ في الاستنشاق، يعني تخفف الاستنشاق، وإذا لم تقدر مطلقة على إدخال الماء إلى الأنف تتيمم، تتوضأ وتتيمم بدل الاستنشاق. نعم.